الفكرة جت خلال زيارة للعراق، بالمصادفة دخلت بيت الرئيس السابق الراحل صدام حسين. الشوفير اللي كان معايا بال على حاله من الخوف، قلت له شو بيك؟ قال لي يا أستاذ والله لو شقوا صدرك ما يلاقوا قلب، الطير في السماء ما يجرؤ يعدي من فوق بيت أبو علي. شفت سيديهات عن التعذيب خلتني أفكر أقول ليه ما فضحش أساليب التعذيب وزبانية التعذيب على مر العصور، خاصة إن الغرب موجود فيه متاحف لأدوات التعذيب. فأردت إن أنا أكون أواكب هذا الموضوع، فتفوقت على الغرب بعدد الآلات، فأصبحت أقتني أكبر عدد من الآلات على مستوى العالم. إذا بتبحث عن إبرة في قاع المحيط ربما تكون أسهل من المهمة اللي أنا قمت بيها. ما فيش شيء سهل، أنت ما بتجمعش كاندي في السوق أو بتجمع فرنيتشر أو بتجمع لوحة، أنت بتجمع أدوات، والنهاردة الجلاد عايز يخفي أداة التعذيب بأي طريقة. ففي أدوات طبعا أخفيت تماما، لكن اللوحات اللي رسمت ليها من خلال وصف المعذبين المتاحف قدرت تعمل نسخة منها، وأنا برضو عملت هاي كوبي للأدوات اللي مش موجودة. أشكال المجرمين عاملة إزاي، وده مخ مجرم، وده الكلام ده كله، ودول وزراء الداخلية، وده لبس الشرطة قديما يعني. أنا بنفسي خارجهم ويسيبهم كده من غير اي حد منهم زين. ما تعملهاش كتير، خلاص انت مجرد ما عشان تثبت ايه بس نصور الابعاد اللي هي 1920 في 1920 لقيت حرب خفية إن المتحف يكون موجود في مصر، فإن شاء الله يتنقل على نيويورك ليكون موجود في أقوى دولة في العالم، أكبر متحف في العالم إن شاء الله. يعني بيعمل السحر بريك ازاي؟ اللي هي المنظومة دي.